أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير. والبداية مع العناوين. الفاتيكان يعلن إقامة الاحتفالات الفصحية دون مشاركة المصلين. جلالة الملك عبد الله الثاني يترأس اجتماعاً لمناقشة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا. خدمة درب الصليب من كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين. خدمات رائدة تقدمها جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم. وفيها أيضاً أثمن هدية للأم في عيدها هي البر والمودة والرحمة. أهلاً بكم. أعلن المكتب البابوي في الفاتيكان في بيان صادر على خلفية الوضع الصحي الدولي الطارئ حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا أنه ستقام جميع الاحتفالات الليتورجية الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصياً، بحيث ستجري كافة الصلوات هذه السنة في ساحة القديس بطرس. وأوضح بأنه حتى 12 من شهر نيسان المقبل فإن كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير الملائكي التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي. في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من انتشار لفيروس الكورونا، فقد اتخذت الحكومة الأردنية والجهات المعنية عدة إجراءات وقرارات للحد ما أمكن من انتشار الفيروس في المملكة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. صحة وسلامة كل المواطنين أولوية بالنسبة إلي. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال ترأسه اجتماعا لمناقشة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ضرورة استمرارية الجاهزية لمواجهة كل التطورات المتعلقة بالفيروس والتواصل المستمر والشفافية مع المواطنين حتى يكون الجميع مطمئنا وواثقا بالإجراءات. وأعرب جلالته عن ثقته بوعي ومسؤولية المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مشيرا جلالته إلى أهمية الابتعاد عن التجمعات واستخدام الأساليب المثلى للوقاية من هذا المرض. وأشاد جلالة الملك بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الفيروس. صحة وسلامة كل المواطنين أولوية بالنسبة إلي، وبدنا نسمع منكم شو الإجراءات اللي بدكم تاخذوا اليوم، لكن الهدف إنه نشتغل بجدية وبشفافية، وأنا حابب أسمع كيف بدنا نشتغل اليوم بالمطارات والتحديات اللي أمامنا للمستقبل. أعتقد كمان دولة الرئيس مش غلط إنه منصير نداوم من مركز الأزمات مع المعنيين حتى فعلا كل واحد بيكون على نفس الموجة. وطبعا أنا نسق مع عدد منكم على الكتس اللي جايين من برا حتى منصير نفحص أكبر عدد من المجتمع. كل يوم لازم نجتمع مع بعض نشوف لوين وصلنا، شو التحديات اللي أمامنا، وين في تقصير، وأعتقد بشفافية وبجدية نقدر نشتغل به بقوة. على صعيد متصل قررت الحكومة الأردنية وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها كإجراء احترازي ووقائي مع الالتزام برفع الأذان في وقته وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة مع المستجدات المتعلقة بالفيروس. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن هذا القرار يأتي حفاظاً على الصحة العامة وصحة المواطنين وأبنائهم، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالقرار إضافة إلى الابتعاد عن العادات الاجتماعية التي قد تتسبب في انتقال المرض كالمصافحة والتقبيل وغيرها. ما اتخذته الحكومة من قرارات، ولذلك قررنا في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية استجابة لقرار الحكومة، وهذا القرار الاستراتيجي وقف الصلاة الجماعة ووقف صلاة الجمعة أيضا في كافة مساجد المملكة حفاظا على الصحة العامة وحفاظا على صحتكم وحفاظا على أبنائنا وأبنائكم جميعا. سيبقى الأذان يرفع في المساجد، يضاف بعد نهاية الأذان صلوا في بيوتكم.
وهذا يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي جاءت بدفع الضرر، وجاءت برفع المشقة، وجاءت برفع الحرج. والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية تتجه للحفاظ على حياة الإنسان. ونحن قلنا وسبق وقلنا كل التوجهات التي تصدر عن الحكومة وتؤدي للحفاظ على حياة الإنسان وتؤدي للحفاظ على المصلحة العامة نحن معها. هذا قرار كما قال ابن عباس: فعله من هو خير مني، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عندما أذن وأمر المؤذن أن ينادي: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. إذا كان لقضية قليل من المطر والطين وخوف المشقة، ابن عباس وابن عمر بما تعلموه من نبينا صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات قال: صلوا في بيوتكم. حتى صلاة الجمعة نص علماؤنا في من الأسباب التي تسوغ للإنسان المسلم التخلف عن الجمعة والجماعة، قالوا: المرض أو خوف حدوث المرض أو زيادة المرض، هذا نص عليه علماؤنا. وقالوا: مما يسوغ للإنسان المسلم أن يتخلف عن الجماعة أو يتخلف عن الجمعة هو خوفه من المرض أو خوف زيادة المرض أو خوف حدوث المرض مستقبلا. وذلك إخواني يأتي هذا القرار الذي نرجو جميعا أن نلتزم به بوقف الصلاة في المساجد الجمعة والجماعات ونكتفي برفع الأذان، والكل سيصلي في بيته حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. وما زلنا نؤكد على كثير من العادات والتقاليد كالسلام والمصافحة باليد وعدم التقبيل وكل الإرشادات التي تؤدي إلى منع حدوث هذا الوباء لا سمح الله ومنع حدوث هذا المرض. ومن جانبه قال سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردني للروم الأرثوذكس: إن قرار الحكومة بإيقاف الصلاة في الكنائس يعد صائبا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. وأضاف سيادته: من واجبنا الروحي والكنسي تلبية النداء الوقائي من قبل الدولة، مشيرا إلى أن مجلس رؤساء الكنائس اتخذ قرارا بإغلاق جميع الكنائس في المملكة، وأن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أصدر توصيات كنسية للوقاية من انتشار وباء كورونا، وذلك بتوقف جميع القداديس والصلوات الجماعية في الكنائس لمدة أسبوعين، واقتصار مراسيم الجنازة في كل البلاد على أهل الفقيد اعتبارا من 15 من آذار الجاري، وقبول التعازي كذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وإن تغيب عن حضوره للكنيسة، أنا بدوري كمان بتوافق مع مجلس رؤساء الكنائس اليوم أخذنا كمان قرار بإغلاق كافة الكنائس في أردننا الغالي والحبيب حتى نمنع أي أبنائنا، أي حد من أبنائنا إنه يجي على الكنائس، حتى نقدر إنه تصير الصلوات في البيت في البيوت. ولكن بدي أطمن أبنائنا إنه نحن رح نعمل الصلوات في الكنائس، يعني نحن الكهنة رجال الدين، ونحن بموجب إيماننا المسيحي العقائدي إنه لما ترفع الصلاة وبالأخص القداس الإلهي بيكون كل إنسان مسيحي موجود في داخل القداس الإلهي وإن تغيب عن حضوره للكنيسة. فبدي أطمن أبنائي: أبنائي أنتم موجودين في وجودنا في كياننا الكنسي الروحي، أنتم معنا في الصلاة، ولكن نحن مهم كتير وقاية لإلكم، محبة في أنه ما نرهق دولتنا لا سمح الله بأي وباء يصير عنا، حتى نحمي أنفسنا، نحمي وطننا، نحمي بلادنا. عشان هيك بطلب منكم أنه الالتزام بهذا القرار اللي نحن اليوم أخذناه، وأخذناه ببعد روحي، يعني بمصلحة روحية لإلكم، بمحبة لإلكم، وبالتالي أنتم موجودين معنا في الصلاة ورح تقدروا تتبعوا الصلوات من خلال القنوات الكنسية اللي رح نبثها، رح يكون بث مباشر للصلوات حتى نكون كلنا مع بعض بقلب واحد وفم واحد. وكمان أنا بدوري كمان بحب كمان أؤكد على موضوع كيف نسلم على بعضنا البعض من خلال السلام بدون ما
اللي تعودنا عليه أو القبلات، ولكن نحاول كلنا نأخذ الوقايات اللازمة اللي راح نتزود فيها من خلال وسائل الدولة. وبالتالي كمان بحب إنه كمان حتى نبتعد عن كل التجمعات، بالأخص اللي بتصير في أوقات العزاء أو الفرح، نقلل بالقدر المستطاع على الأهل فقط بذهابهم للكنيسة في لإقامة الجنازة للأهل فقط، ونمتنع نحاول ما يكون في عدد كبير. ربنا يكون معكم أبنائي. على صعيد آخر، تبرعت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ب50,000 دينار لوزارة الصحة الأردنية دعماً للجهود الوطنية التي تبذلها المملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأكد المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس أنه ببركة صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة يأتي هذا التبرع، وأن الصلاة مرفوعة لله القدير ليرفع عنا الوباء ويحمي الوطن وأبناؤه والعالم بأسره من الأثار التي ستنتج عن هذه الأزمة، مؤكداً الالتفاف حول قيادتنا الهاشمية ولجميع المسؤولين في مواجهة الفيروس وتقديم كل ما يمكن للحد من انتشار هذا الوباء العالمي. وقال المطران إننا نضع مباني مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في الأردن تحت تصرف الدولة في حال حاجتها، داعياً كل المؤمنين للالتزام بالتعليمات التي تصدرها الدولة للتخلص من هذا الوباء. تعيش الكنيسة الكاثوليكية هذه الأيام من الزمن الأربعين المقدس صوماً وصلاة على غرار حياة الجماعة المسيحية الأولى، إذ تقيم المراحل الخلاصية التي سار عليها يسوع المسيح قبل وصوله إلى خشبة الصليب بما يعرف برتبة صلاة درب الصليب. ففي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في عمان أقيمت رتبة درب الصليب بمشاركة كهنة الرعية وشمامستها والأخوات الراهبات والمؤمنين. وقد تخللت الرتبة تراتيل وعرض محطات لحياة وألام السيد المسيح. وقد أيد قدس الأب علاء مشربش راعي الكنيسة الإجراءات الحكومية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، داعين الجميع إلى الالتزام بسبل الوقاية، كما رفعت الصلوات والأدعية لله العلي القدير لأجل شفاء المصابين من هذا الوباء وحماية الأردن من كل شدة. وبعد رتبة درب الصليب أقيم قداس إلهي بمشاركة الكهنة والشمامسة والخدام. لأن الأمة عطاء وتضحية ومسيرة كفاح ونجاح، فهي تستحق منا الوفاء والامتنان والشكر على ما تقوم به في حياتها من جهد صامت دون مقابل، سواء بين أفراد عائلتها أو من خلال نشاطاتها ومشاركاتها بدعم المحتاجين. ولعل أثمن هدية يمكن أن تقدم للأم في عيدها هي المحبة والطاعة والإكرام، على مثال تلك الفضائل التي بر بها يسوع المسيح أمه العذراء، إذ أن للأم قيمة لا تقارن بأي شخص آخر في الحياة. ومهما اختلفت البلدان في التعبير عن معنى العيد، يبقى عيد الأم نبراسا وعلامة حية على استمرار الحياة. وبهذه المناسبة العزيزة، يسر مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين أن يتقدم بصادق المحبة والتهنئة لكافة الأمهات في الأردن والعالم، راجين أن يعاد عليهن باليمن والخير والمسرات. وقد زالت كل الأسباب التي يواجهها العالم الآن بسبب الوباء العالمي الناتج عن فيروس كورونا. منذ تأسيسها قبل 57 عاماً، قدمت جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم خدمات متعددة للمئات من أبناء المنطقة، حيث ساهمت بدور كبير في دمجهم بالمجتمع المحلي. المزيد حول دور هذه الجمعية في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم، والتي تقوم برعاية وتأهيل الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم في دمجهم في المجتمع المحلي حتى يتمكن الفرد منهم من الاعتماد على نفسه والانخراط في المجتمع في مختلف مناحي الحياة. وتقدم هذه الجمعية خدمات كثيرة، منها الخدمات الإيوائية مثل المأكل والمشرب والرعاية الصحية لكلا الجنسين، وخدمات تعليمية للأطفال ومهارات رياضية ولغوية ومعرفية.
تقدم الجمعية أيضاً خدمات معرفية كتعلم القراءة والكتابة على طريقة بريل وتدريبهم على الحركة والاستقلال الذاتي للراغبين منهم من قبل مختصين أو متطوعين، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية وطبية مختلفة. وها هو المشغل الذي يخرج المئات من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمختص بتصنيع القش والخشب. من هنا ومن هذه الجمعية التي تعتني بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، تنبع قصة حب وعطاء لا متناهي من أشخاص قدموا أنفسهم لخدمة نابعة من القلب. وكما قال المسيح: كل ما فعل لواحد من هؤلاء إخوة الصغار فلي قد فعلتموه. بخصوص البرنامج اليومي للبيت، من 8 صباحا لـ 8:30 هناك في الصلاة الصباحية ترتيل ووعظة من أحد رجال الدين، ومن ثم انطلاق الطلاب إلى الصفوف. يوجد لدينا 3 صفوف: صف للمكفوفين وصفين لذوي الاحتياجات الخاصة مقسمين حسب العمر. بالنسبة للمكفوفين بتعلموا كل شيء، ولكن على طريقة بريل، الطباعة والكتابة والقراءة، وبتعلموا جغرافيا وحصة الدين مسيحي، وبتعلموا تربية وطنية وكل المواد. أما بخصوص الصفوف الأخرى فهي للاحتياجات الخاصة، طبعا بتعلموا فيها الأمور الحياتية اليومية وإرشادات، وفي عنا حالات خاصة بيقوموا المتخصصين بدراستها والمتابعتها، وعنا غرفة للنطق، متخصصة نطق. أيضا عنا مشغلين: مشغل للمكفوفين بتعلموا فيه صناعة المكانس والفراشي وأمور أخرى، وعنا مشغل خشب زيتون كمان بنعلم الأولاد ذوي الإعاقة البسيطة صناعة خشب الزيتون. قسم من طلابنا بنوديهم تأهيل مهني على بعض الأماكن في محافظة بيت لحم. بهذه المناسبة بود أني أقدم الشكر الجزيل لنور سات على هذه المقابلة، وكمان بود أني أشكرهم على نشاطهم الفعال في الأراضي المقدسة. احنا المضبوط بنرحب فيكم في بيت الرجاء، وبنرحب في تلفزيون نورسات. واحنا بس نعطي لمحة صغيرة عن الجمعية اليوم. جمعية بيت الرجاء تأسست سنة 1963 على يد احدى المكفوفات، الأخوات المكفوفات، الأخت مي لدعة، وهي قامت بتأسيس هذه المؤسسة مبنية على إيمانها وثقتها بأنها قادرة أن تكون بركة للمكفوفين في المنطقة، واستطاعت أن تقيم الجمعية في خلال فترة بسيطة. ومع ظهور العديد من الصعوبات، ولكن إيمانها وثقتها أن الله قادر أن يعطيها القوة والقدرة، استطاعت أن تسير إلى الأمام في خدمة المكفوفين في المنطقة. والجمعية قامت بخدمة عدد كبير من المكفوفين، وامتد العمل حتى أصبح بعد فترة يخدم الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى أو أصحاب الاحتياجات الخاصة كما نسميهم. مهم جدا أن نقول أنه بالفعل الله بارك في العمل، وهي مؤسسة مسيحية بالدرجة الأولى، وتعتمد بالأساس على ثقتنا بأنه الله معنا، والله قادر أن يعطينا القدرة حتى نخدم الناس اللي بحاجة للخدمات من أصحاب الاحتياجات الخاصة. شمس الرجاء داحت.
الحقيقة قام، المسيح قام، الحقيقة قام. صار لي هون في المؤسسة 55 سنة الحين، يعني أنا جيت للمؤسسة وكانت المؤسسة في بداية في مراحلها الأولى أو في أيامها الأولى، وساهمت أنا في بناء هاي المؤسسة منذ 55 سنة، ونشكر الله المؤسسة المضبوط يعني تعبت على ناس كثير من المكفوفين، قدمت لهم خدمات كثير، وكان في عندنا أقسام مختلفة في المكان، لكن للأسف إنه هاي الأقسام يعني أغلقت، ظل خط إنتاج واحد عندنا، هو إنتاجين خطين، خط إنتاج وخط تدريب للمكفوفين، وإحنا قائمين على هذول الخطين الآن. لنورسات مارلين الحدوة من جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بيت لحم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يترأس اجتماعا لمناقشة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا. خدمات رائدة تقدمها جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم. أثمن هدية للأم في عيدها هي البر والمودة والرحمة. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.